تضاء القلوب وعطر الزمان به يستطيب ذا الخطب خيم في خاطري بذكر الحبيب تزال الخطوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسبوع الصادقين. هذا البرنامج اللي يأتيكم بمناسبة ولادة سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله مرة ثانية في حلقتنا هذه اللي بها فقرات متميزة وفيها حديث نوراني إن شاء الله مليء بالبركة مع ضيفتنا اللي نورت استوديونا اليوم، استوديو أسبوع الصادقين. ضيفتنا اليوم مميزة، هي إحدى خريجات معهد العقيلة زينب سلام الله عليها للتبليغ الإسلامي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، وهي الأخت صبا الحسيني. أهلا وسهلا بكم، نورتوا عزيزتي. شكرا جزيلا، نبارك لكم الولادات العطرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحفيده جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. شكرا على حسن التقديم. الله يحفظكم يا رب ونبارك لكم هذه الأيام. مشاهدينا، تعودتوا أنه في هذه الحلقات من أسبوع الصادقين نسلط بها الضوء على مواضيع مهمة تفيدنا في حياتنا اليومية، وإن شاء الله تكون لله فيها رضا ولرسوله والمؤمنين جميعا، كونها تسلط الضوء على جوانب من حياة النبي الأعظم وحفيد الإمام الصادق سلام الله عليه، جوانب أيضا من سيرتهم الأخلاقية، ونحاول من خلال هذه المناسبات المباركة أنه نحيي بداخلنا مرة ثانية أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم وإرشاداتهم وتوصياتهم، من خلالها أيضا نعمل مقارنة على طول على المعلومات اللي توصلنا من جهات متنوعة، ونشوفها هل هي مطابقة لأحاديث الرسول ووصايا أم أنه هي تخلينا نصب في مكان آخر. فضروري جدا أنه نهتم بهذا الأمور، كوننا فعلا علماءنا دائما يحذرونا أنه هذه الفترة اللي نعيشها بها حرب فكرية خطيرة، فعلينا أنه نكون حذرين جدا في أخذ المعلومات ما نأخذها من كل شخص يعني موجود، حتى وإن كان عجبنا أسلوبه بالكلام، لكن المصدر الأساسي هو الأهم. من المواضيع المهمة واللي تحتاج يعني يحتاجها كل شخص في هذه الأيام هو موضوع العدل والإحسان. العدل والإحسان لكن في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا موضوعنا، وهو هذا المحور الأول اللي راح نتناقشه إن شاء الله مع ضيفتنا الأخت صبا الحسيني. لو أردنا أنه نعرف موضوع العدل والإحسان، كيف تبدأون بتعريفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كتعريف مبسط للعدل، هو وضع الشيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. أما لو أجينا لتعريف الإحسان، الإحسان هو إيصال النفع والخير إلى الغير لا على سبيل المجازات والمقابل، وإنما على سبيل المبادرة. يعني أنا أبادر، مو لأن هو يستحق أنا أحسن إليه، بلي. مجرد أنا أحسن إليه، أنا مثلا أحسن لأولادي، مو أجازيهم على أفعالهم، مثلا هذا سمع كلامي وذاك على العكس. العدل أنه اللي سمع كلامي أنطيه مثلا مكافأة، اللي ما سمع الكلام ما أدى واجباته المدرسية أنه مثلا ما أسلمه هدية، ذاك اللي حصل الهدية. نعم. هذا أقرب مثال للعدل. بلي. أما الإحسان، لا، الإحسان ما يجي نتيجة عمل قام به الشخص، أو يعني وجوه البر والإحسان كثيرة، مثلا الصدقة أنا أنطي للفقير مو لأن الفقير سوالي خدمة،
نعم. انه ما انا حبيت احسن له، فمرات يصير خلط بين المفهومين او نتوقعهم نفس الشيء لكن توجد مغايره بسيطه. العدل طبعا هو سيد الفضائل، والسيره النبويه القران الكريم زاخر بالايات والروايات اللي يعني تصف إن العدل. الله يأمركم بالعدل والإحسان. نعم. يعني أمر إلهي إنه موضوع. نعم. العدل والإحسان أمر إلهي. أيضا توجد آيات كثيرة، منها قوله تعالى مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. يعني خصوصا في الحكم والرعية يجب على الحاكم أن يكون عادل. كذلك يعني مو نتوقع أن العدل بس للحاكم. الإنسان الطبيعي، الإنسان الاعتيادي بمجال الشخصي، مجال العمل، مجال الأسرة، كلها تتطلب العدل. طبعا العدل قلنا هو اسم الفضائل ورئيس الفضائل، ولذلك شددت عليه السيرة النبوية. لما نجي نلقى هواي روايات تصف العدل أو تأمر بالعدل، تحسن العدل. وطبعا قبل لا نبدأ بالروايات، أن النفوس البشرية السليمة تكون فطرتهم سليمة. الفطرة السليمة من ذاتها هي تعرف أنه تستحسن العدل وتستقبح الظلم. أبسط مثال، لو وضعنا طفلين صغيرين أخوين مثلا وانطيتي، وهسه مواقع التواصل تطرح هذه الفكرة أنه تنطين قطعة حلوة لأحدهما والآخر ما تنطي، مباشرة الطفل ينظر نظرة استغراب للمعطي أنه ليش طيت هذا وما انطيتني. فإذا البشر يعرف بذاته بفطرته، يعرف هذا الطفل لا بعد لا دارس ولا عارف أنه هذا عدل أو ظلم. وكذلك يستقبح الظلم والجور، أنه لما أضرب طفل بدون سبب راح يبكي ينهضم حتى الطفل الصغير. صحيح. فإذا النفس البشرية هي عارفة، الفطرة تعلم، يعني مفطور الإنسان على تحسين الأشياء الحسنة وتقبيح الأفعال السيئة. فإذا اختصاص الأنبياء لما يبعثهم الله عز وجل ما يكون يجون يعلمون البشر، وإنما يزيلون الغبار اللي لوث هذه الفطرة، اللي هي كالمرآة اللي تغدو ناصعة البياض ويرجع الإنسان إلى ربه. فإذا هذه هي وظيفة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله يقول عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. لما ننظر بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، عدا عن عدله بعائلته، بين زوجاته، محيطه، يعني أصحابه، نجد عدله شمل جميع الطوائف، جميع الأقوام، جميع اللغات. يعني ما اقتصر العدل على العرب فقط، أنه عدل بين العرب، العدل بين كل، شملهم جميعهم بعطفه وعدله وحسن تدبيره. لذلك وصفه الله تعالى بالسراج المنير. زين، كقصة مثلا نقول أنه نأخذها من حياة النبي، أن المرأة المخزومية مرأة من قبيلة بني مخزوم، قبيلة عندها وزنها بين القبائل كانت. فهذه المرأة سرقت، وجهاء القبيلة جاءوا بوجاهتهم وبمكانتهم الاجتماعية يتوسلون للنبي أن يعفو عنها، ما يقتص منها، ما يقيم عليها حد السرقة وهو قطع اليد. النبي صلى الله عليه وآله ما قبل هذا الكلام، قال لهم وقد ما قد هلك قبلكم إلا حينما أقدم على السرقة الضعيف الشريف فتركوه، أقدم عليها الضعيف فأقاموا عليه الحد. شوفي هذه شقد مهمة هذه القصة، يعني اليوم إحنا إذا نشوفها بحياتنا وننتبه، خصوصا إذا إحنا كنا أصحاب مناصب، كنا طبعا أصحاب قرار، نشوف إنه كل قراراتنا تطبق على كل الأشخاص بغض النظر يعني عن مستوياتهم، أو عن هذا ابن فلان أو هاي بنت فلان وكذا. إذا شوفي هذه شقد مصداق للعدالة هذه القصة. طبعا هو تحدي، يعني انه الانسان من يريد يطبق على اهل بيته او على عائلته، على مو دائما احنا مرات تاخذنا الحميه لطائفه لشخص يعني تاخذنا يعني الحميه حتى فندافة. ما قالوا مثلا هذه مرأة وخطيه وما ادري شنو. وقد يبدو من القصه هم تثار فكره انه النبي قسوته، او ليش هالقسوه، يعني هي مرأة وسرقت خليه يسامحها. طبعا الحد لو نرجع بس ما نريد نخوض بالتفاصيل الفقهيه. نعم. الحد ما يقام لمجرد سرقه شيء بسيط، او بعده شروط تقريبا تفوق ال 11 شرط. يعني هذه النتيجة انه هم اجوا وقالوا سرقت، لكن هي هي نتيجة يعني الله اللي هو الحد. يعني ما يقام على شيء بسيط، على سرقة شيء بسيط، ما فاقد دينار الذهب يعني فد مقدار، يعني اكثر من مرة تكررت محاولة السرقة، خلينا نقول يعني بها فد شروط، ما الشيء المسروق يفوق الدينار الذهبي بمقدار، يعني هو شروط الى ان يعني يقام الحد على الشخص، مو لمجرد سرقة شيء بسيط مثلا. فهنا بالعكس لو نشوف القصاص، هو نتوقع شيء قاسي، شيء مجحف بحق الإنسان، لكن هو العدل بحق ذاته. وإلا اليوم لو يطبق القصاص ما نلقى بعد سراق، ما نلقى مجرمين، لأن السجن مو هو حل صحيح، ولا راح يطمع
يعني شخص يقول لا أنا حيظن الطرف أني ححاول أستعطفهم مثلا وأتلاعب بالقانون وأتلاعب بالقرار من هالباب. يعني أنا أشوف هذه العدالة اللي طبقت بالمجتمع بصراحة، يعني راح يكون أكو اطمئنان نفسي موجود عند الجميع أنه يقول له اللي غلط لازم يأخذ جزاء الغلط مالته، فأني خلاص راح أعيش بأمان. أنه عكس مما أني أعيش مثلا أنه أكو سراق كثر وأكو اللي ما عندهم واسطة مثل ما نقولها سهنا بلهجتنا العادية، أنه اللي عنده واسطة راح يعفون عنه ويسامحوه، واللي ما عنده واسطة هو اللي راح يتحاسب ويتعاقب، وهالشكل راح يكون البقاء للأقوى يعني كأنما. أكيد، ولذلك النبي قطع عليهم الطريق ويعني عاملها بإنصاف الله وعدله، هذا بعد هو جزاء السارق وإلا حتى البقية يتعظون. هواي طبعا الأمثلة لو نجي بحياة النبي، هواي طبق العدل. عدل النبي ما اقتصر فقط قلنا على الحكم، هذا مثلا مثال للحكم هو كحاكم المسلمين. احنا طبعا الأحكام الآن معطلة لغياب إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، لكن النبي من عدا عن هذا عدله حتى في الحروب. يعني لو نجي للنبي صلى الله عليه وآله هاي يكون الأوضاع بها صعبة جدا، أي يعني حتى في إدارة الحرب أنطى فلسفة جديدة للحروب، هذب غايات الحرب. مثلا الحرب عدل النبي صلى الله عليه وآله كان من لما يبعث الجنود لي يعني يغزون، وطبعا غاية الحرب سواها إنسانية هذبها. الآن نشوف الحروب هي لمصالح سياسية، مصالح شخصية، يوسع رقعة المنطقة الجغرافية اللي هو مسيطر عليها. النبي لا، هذبها خلاها إنسانية لأجل نشر الهداية ونشر الإسلام. لو نجي نلاحظ كلمات النبي لما يوصل الجيش قبل لا يطلع للقتال، يقول لهم يهيئهم، يقول لهم سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ولا تغلوا ولا لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا. يعني اللي يطلب منكم الأمان وانطيته يا بعد ما يصير تغدرون به حتى وإن أنت بساحة حرب، مو أنا انتهز الفرصة. بعد ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا. نشوف العدالة حتى لا تقطعوا شجرا حتى الكائنات إلا الحية. إذا اضطررتم، بعد مرات الإنسان يضطر إلى ساحة حرب ويحتاج يفتح طريق له. نعم. فلو نشوف عدل النبي اليوم أين هذا العدل؟ صح. اليوم احنا نشوف أهلنا في غزة الحروب صارت يعني مجازر، الناس العزل، تطول المدارس، شفنا انقصفت الملاجئ، انقصفت المستشفيات، فأين الحداثة ومزاعم الغرب اللي يزعمون أنه عندهم حقوق الإنسان، حقوق الطفل، أين هذه المزاعم اليوم؟ هذه صارت على صفحة لأن تعرضت مع مصالحهم فتركوا كل هذه الأمور. يعني مثل اللي ضربتي كل يعني جدا رائع، والالتفات اللي ذكرتونا إياها حول حياة الرسول صلى الله عليه وآله يعني بالحروب وهالصعوبة، يعني دا ينطيهم أنه صيروا بسم الله، يعني أيضا دا يعلمنا أنه خلي كل شغلنا خالص لوجه الله أكيد. سبحانه وتعالى كل تحركاتنا الغاية والهدف الأسمى هذا. بلي نعم. بلي. طيب لو نريد نتحدث عن موضوع الإحسان. الإحسان يعني قلنا شنو وجوه البر؟ بلي. أي وجه بر يجي بالنا من صدقة، من أطعام فقراء، الثواب زين. باسم الأئمة، هذا كلها يعني مظاهر من مظاهر الإحسان زين. إنه أنا أقدم بدون مقابل، هذا معنى زين. الإحسان. طيب أنا راح أسألكم ست صبا، أنتوا بداية حديثكم قلتوا إنه أنا حتى بعائلتي أقدر أكون محسنة. أكيد. شون هي عائلتي وحبا مني لهذه العائلة وحتى يبقى البيت مفتوح وحتى يبقى الحب والحنان موجود بهذا البيت ويا عمر الدفء، إنه الأم تقوم بواجبها والأب يقوم بواجبه. هسه احنا حديثنا مو فقط للأمهات، حتى للآباء. أكيد. كيف يكونون الآباء والأمهات محسنين بداخل عائلتهم؟ أولا قبل الإحسان احنا لازم نطبق العدل اللي مأمورين به، واللي هذا هو اللي يعني ينهض من ينهض بالأسرة وينهض بالتالي بالمجتمع. احنا نركز على الأسرة لأن هي أساس أكيد المجتمع، هي اللبنة الأساسية للمجتمع. نعم. لما نقول العدل أولا أطبقه، لأن احنا قلنا العدل هو سبب رقي المجتمعات، سبب تطورها، سبب إلى أنه تعيش بأمان، يعم بها الأمان ويسود الأمان والاطمئنان، ترتقي المجتمعات. فأني على بساطة الأب هو رب أسرة، لكن هو لو قام بالعدل بين أبنائه، زوج تعاملها بعدل، هنا راح يتفادى تحطم الأسرة وانهيارها. المجتمعات القديمة والحضارات اللي اندثرت وراحت انتهت هيلي. لو نرجع ليش انتهت وليش اندثرت؟ بسبب غياب العدل عنها، عن سياداتها وسيادة الظلم. وهذا طبعا مو مجرد كلام، دليل قرآني. قال الله تعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك بيوتهم خاوية
بما ظلموا. إذا الظلم يهدم البيوت، صح. فلما هدم البيت وراها هدم المجتمع، الأب الأم حتى الأم أحيانا، إحنا مو بس الآباء يعني، بس الأب كرب أسرة يقدر يعدل يطبق العدل، سياسة العدل، عدله ويا زوجته أنه يعاملها بإنصاف باللي الله عز وجل أمر به، نعم. عدله ويا أبناء بيناتهم أن يعدل بال... مو أنه هذا أحب إلى قلبه، هذا يسمع كلام، هذا يطلع وياه، صح يقلنا يكافئ، لكن مو بالمقابل يظلم شخص ثاني أو شخص يقوم بواجباته لكن هو ما يحبه. بلي. تصادف بالعوائل هيك مشاكل، نعم. هذا طبعا رح يؤدي إلى تهدم الأسرة وزعزعات كيانها واستقرارها، وبالتالي إلى يعني لا نعم. سمح الله. نعم أحسنتي. إذا موضوع العدل والإحسان يعني مشاهدينا هسه مثل ما تحدثت الأخت عزيزة صبا يعني وضحتها من الخطوط العامة، شرح معنى العدل والإحسان هو شنو، والمهم أنه أنا أبدي بنفسي أنه أكون شخص عادل من داخل أسرتي باعتبار الأسرة هي أساس بناء المجتمع. كل من حاول أنه نطبق موضوع العدل والإحسان نطبقه في عوائلنا، كل ما نحصل بالنتيجة على مجتمع قوي متماسك كالبنيان مثل ما أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا دائما لما نختم حديثنا نقول أنه إحنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله الكريم بأنه يساعدنا، بأنه يبعد عنا الشيطان، وأنه يساعدنا نطبق توصياته وإرشاداته. مشاهدينا بعد هذا الحديث الشيق راح ناخذ استراحة مع زميلتنا ليلى عبد الهادي. ليلى أعدت لنا فقرة أسئلة وأجوبة بين الزائرين، راح نروح وياكم نشوف الأسئلة ونشوف أجوبة الزائرين من بعدها إن عودة إن شاء الله. أحبك يا رسول الله أحمد، وأفخر بالصلاة على محمد، وأتمم بالصلاة على عباد بهم عرف التقى وبهم تأكد، هما صبطا محمد سيداني، هما الحسنان من طه الممجد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مشاهدينا من حرم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، وهذه الجولة الميدانية المتضمنة للمسابقات والتهاني بذكرى ولادة الصادقين سلام الله تعالى عليهما، ولحلقة أسبوع الصادقين رافقونا. وجهك نزل شمس وقمر، يا أول غالي ما حدك ثمن. ويانا أم محمد من كربلاء، سلام عليكم. عليكم السلام، نبارك للأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وعلى رأسهم الإمام المهد عجل الله فرجه بمناسبة مولد النبي نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ومولد الإمام الصادق عليه السلام. أحسنتم، بارك الله فيكم. عندكم فعاليات وأنشطة تقومون بها خلال هذا الأسبوع تشاركون بأفراح آل محمد؟ إن شاء الله، إحنا دائما مثلا نسوي بالبيت اللي من الجهال اليوم يابا مولد الإمام، كان فرح أو حزن، فنذكر الجه على مود يكون على هاي المودة لمن يكبرون، نعم. على منهج أهل البيت على زرع السنة. المودة والمحبة لآل محمد صلوات الله عليهم. زين أم محمد، عندنا مسابقات بذكرى المولد النبوي المطهر وأيضا ذكرى ولادة الإمام الصادق عليه السلام. السؤال يخص الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول ما هو اسم والدا الإمام جعفر الصادق عليه السلام؟ الأم والأب. الإمام الصادق عليه السلام ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام، ووالدته فروة عليه السلام. نعم أحسنتي، أم فروة. أمه فروة. أحسنتي، شكرا لكم، شكرا لإجابتكم الصحيحة. الله يحفظك. وهذه هدية بسيطة مقدمة من قناة كربلاء، إن شاء الله تقبلوها. أشكركم منه. أشكر الكادر الطيب الحلو بعد عمره يحفظك. الله يحفظكم، في أمان الله، مع ألف سلامة. يطلع صبوح يا تراتي للعشيق، قلبي بس لجلك يديك، انت بس حبك. حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا معكم في ذكرى ولادة الصادقين النبي صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه، ومن حرم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين نلتقي بأم حسين من النجف. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بخير. الحمد لله. تقبل الله أعمالكم وزيارتكم. منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وأيضا نهنيكم بولادة الصادقين سلام الله عليهم. دعواتكم، أكو في الدعوات خاصة بهذه المناسبة، دعوات قلبية دائما أكو شخص ندعي له. ندعي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عجل الله تعالى فرجه الشريف، إمامنا وإمام عصرنا الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
في هذه الليالي بهذه المناسبات أول ما نستذكر إن شاء الله نستذكر الإمام وخليه أولوية في حياتنا إن شاء الله. زين أم حسين، أريد أسألك سؤال بمسابقات حلقتنا لهذا اليوم عن نعم. ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نعم. في أي سنة ولد الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه؟ وذا تعرفين الشهر أيضا؟ 17 ربيع الأول سنة 83 هجرية. أحسنتي، سنة 83 هجرية. يعني أيضا في هذه الأيام المباركة يتوافق ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه. سلام الله عليه. ما شاء الله عليك، إجابة سريعة وأيضا دقيقة. شكرا لك يا أم حسين، وهذه هدية مقدمة من قناة كربلاء، إن شاء الله تقبليها منك. شكرا، شكرا لكم جزيلا. بركة سيد الشهداء إن شاء الله، بركة طول العمر. أهلكم سالمين غانمين يا رب. شكرا يا قلبي. حياتنا لكم والكل أهلنا بالنجف. شكرا لكم والكادر كربلاء المقدسة. ما تبعد علي مشيد صروحي، مجازا بالمدينة وقابرك بروحي. الله. محمد من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، إن شاء الله تقبل الله زيارتكم وأعمالكم الجميع إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير بولادة الصادقين سلام الله عليهم الجميع إن شاء الله. سلام الله عليهم أجمعين. شنو تسوون بهذه الأسبوع خلال مولد النبي صلى الله عليه وآله والإمام الصادق سلام الله عليه؟ تروحين مثلا إلى مجالس تقرأين شيء عن النبي؟ نقرأ حسينيات موجودة. نعم. تسوي احتفاليات. نعم. مواليد نروح ونشارك بالمواليد. نعم. كل من حسب ما عنده بالتوزيع. نعم. انت ايضا من المشاركين ان شاء الله. ان شاء الله مقبولة زيارتكم واعمالكم وكل اللي تسووه. ام محمد، عندنا اسئلة سابقات بهذه المناسبة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه واله حينما توفي والده عبد الله؟ كان في بطن امه. احسنتي، كان في بطن امه، اي بطن لم يرى ابي، لم يرى ابي، وكان يتيما، ولد يتيما سلام الله تعالى عليهم اجمعين عليه. وهذه هديه بسيطه مقدمه من قناه كربلاء لكم يا ام محمد. شكرا، ان شاء الله تقبلوها منا. شكرا لك. شكرا، وشكرا لمشاركتك ويانا بالمسابقه. في امان الله. مع السلامه. مستمرين معاكم مشاهدينا بجولتنا، رافقونا. هلا بشيخ العوام وسيد السادة، على جيد الشرف اسم النبي قلادة. حياكم الله ويانا أم علي من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، كل عام وانتم بألف خير بولادة النبي صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق. وانتم بألف خير، ونهني الأمة الإسلامية وعلى رأسه الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه بولادة الأئمة الإمام الصادق والنبي عليه الصلاة والسلام. أحسنتم. طيب أم علي، راح نسألكم سؤال. نعم. بهذه المناسبة عندنا مسابقات وإن شاء الله هدية بسيطة من قناة كربلاء. عشيرة النبي صلى الله عليه وآله ينتمي إلى أي قبيلة؟ هم قريش. نعم. النبي القرشي محمد بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن عبد مناف. نعم. قريش الهاشمي. ينتمي إلى قريش. أحسنتي، بارك الله بكم وإجابة صحيحة. شكرا لهذه المعلومة، وهذه هدية بسيطة من قناة كربلاء، إن شاء الله تقبلوها. ربي يوفقكم ورحمة الله والديك. شكرا أم علي. أنا لعيون عشيت غالي مثلك ما شفيت للتالي بصلاة الشوق عينك. مشاهدينا، نصل إلى ختام جولتنا، وهذه عودة للأستوديو لزميلتي ليلى الأسدي وبرنامج أسبوع الصادقين. شكرا جزيلا لزميلتنا ليلى عبد الهادي على هذه الفقرة، وشكرا أيضا للضيوف اللي انضموا وياها. ما شاء الله نسائنا كلهم بمختلف مستواهم الثقافي، ما شاء الله عندهم معلومات كاملة عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا جميعا على ما جاء به محمد وآل محمد. نعود مرة أخرى للترحيب بضيفتنا العزيزة الأخت صبا الحسيني من معهد العقيلة للتبليغ الإسلامي. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. قبل ما ندخل في حوار آخر ومحور آخر من محاور حلقتنا، شفتوا اللقاءات اللي قامتها ليلى وهذه المسابقات البسيطة والأسئلة اللي يعني هي أسئلة بسيطة وكلش معقدة، مثل هذه الأمور برأيكم من وجهة نظركم شلون تأثر بالأشخاص؟ إنه هل تنمي عندهم الوعي؟ هل تذكرهم دائما بالسيرة لو بها فد أبعاد أخرى؟
أكيد طبعاً مشكورة جهود العتبة سباقة ما شاء الله العتبات بطرح هكذا مواضيع مواكبة طبعاً شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. لازم إحنا مثل ما ننطي حق أشهر محرم وصفر ننطي حق الأفراح آل محمد وخصوصاً مولد النبي. نشوف مرات للأسف يعني نشوف تضخيم إعلامي لمولد النبي الله عيسى الناس تحتفل لكن مولد النبي محمد لابد عندنا تقصير قد ظاهر للعيان هذا التقصير. فلا بأس بهكذا أسئلة نشر توعية مبسطة نشر حتى وإن إحنا كأشخاص نقدر ننشر فد نطبع فد معلومات عن النبي معلومات عن صاحب ذكرى المولد مثلا الصادق عليه السلام أي إمام يعني مولد. على مستوى أفراد قصدكم؟ نعم لا بأس بها أن نوزعها في نطاق مثلا كمدرسة توزع لطالباتها معلمة للأطفال اللي تحت إيدها بالروضة تفتتح الدرس مثلا معلمة الروضة بتفاصيل بسيطة على حسب الفئة العمرية اللي هي مستهدفتها. نعم. وأكيد هذا كله سعي مشكور عند الله عز وجل وتوعية دينية وتوعية بأنبيائنا وخصوصا النبي الخاتم يعني يستحق منا هذا الشيء القليل. فعلا يستحق أنه كل الجهود اللي قدمها وكل العناء اللي يعني عانى في سبيل أنه يوصل لنا الدعوة الإسلامية اللي هي كلها عبارة عن قوانين تخلي الإنسان يعيش الحياة الكريمة اللي أرادها الله سبحانه وتعالى لمن جعل خليفة بالأرض. ما اختار لأنه يعيش بذلة، ما اختار لأنه تكون تصرفاته متليق بمقامه، يعني أراد للرفعة، أراد للكمال، أراد لكل هاي الأمور. وهذه كلها نلقاها بالآداب الإسلامية اللي من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. يعني أفكاركم جميلة اللي طرحتوها، قلتوا أنه على مستوى الأفراد ممكن أنه هم يساهمون. فعلا إذا نشوف مثل زيارة الأربعين، يعني زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام نشوف يبدعون كمواكب وكعوائل أكيد هو يشوفنا أفكار جديدة وخلت الآفاق تتوسع. يعني اللي ما كان متوقع ما كان جاي على باله الفكرة قدر يستنبط فكرة من فكرة وينفذها على مستوى موكبة، على مستوى أنه يلم الأطفال بالموكب باستراحة الأطفال. هو شفنا أشياء لطيفة وجميلة. صحيح. أنا شفت أحدى الأخوات كانت دا تسوي فواصل للسجلات اللي ويا زميلاتها بالكلية وتحمل فد رسومات خاصة بالرسول الأعظم. يعني حلوة أنه كل شخص دا نشوفه أنه دا يبذل جهد في سبيل أنه يكون أكو إحياء لهذه المناسبات، وفي سبيل أنه مو فقط أنه جلسات حوار وحديث بالسيرة وانتهت، لا أكو أمور أخرى أكثر فاعلية تخلينا أنه نلتزم بنهجهم وأنه نقدر نقاوم هذه الأجواء اللي نعيشها والحرب الفكرية والفتن وكل هذه الأمور اللي تحاول تزلزلنا وتحاول تزيحنا عن الطريق الصحيح. زميلنا ليث الخفاجي مثل كل حلقة عنده أيضا ضيف، واليوم ضيفة مميز هو الأخ علي زكي، وراح يحدثنا عن موضوع السوق الخيري أو سوق الشباب الخيري اللي هو من ضمن فعاليات وأنشطة أسبوع الصادقين. طبعا السلام عليكم أخ ليث، اليوم الأجواء اللي دا أشوفها يعني كلش مزدحمة اليوم لأن خميس، لو لأن خميس وزيارة وهذه الأمور. نعم ليلى، بداية تحية طيبة لك ولضيفتك ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. نعم بالتأكيد نحن اليوم في اليوم الرابع من تغطياتنا في أسبوع الصادقين. يعني حقيقة اليوم ليلة الجمعة تشهد يعني مثل ما يعرف كل الزارين في كربلاء المقدسة توافد أعداد كبيرة من مختلف المحافظات العراقية وكذلك من مختلف أنحاء العالم لهذه أداء هذه الزيارة الخاصة في كربلاء المقدسة، حيث يعني نشهد توافد أعداد كبيرة. بخصوص يعني ما تفضلت به بمقدمة سؤالك هي الحرب الفكرية التي تشن على أهل العراق وكذلك المجتمع العراقي، بالتأكيد حقيقة هذا الموضوع نوه عليه سماحة المرجع على بعد انتهاء حرب داعش وقال المرحلة القادمة هي مرحلة فكرية حقيقة. نعم. اليوم يعني بصدد هذا وفي نفس السياق يعني هنالك أيضا نشاط للعتبة الحسينية المقدسة اليوم، يعني تكلل بحفل الختام وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى. هذه المسابقة الوطنية. نعم. مسابقة أمة تقرأ هي أيضا تعنى بالمواضيع الفكرية وكذلك تنشئة الأطفال من عمر 10 سنوات إلى 18 سنة نحو يعني مستقبل زاهر من خلال قراءة الكتب ومن خلال التوعية الفكرية الصحيحة ومواجهة الإعلام المغرض، الإعلام الأصفر الذي يريد الإساءة لهذا المجتمع الإسلامي الحنيف. حقيقة الكثير من الهجمات، لكن هنالك أيضا أشخاص
يعني وهنالك جهات ومؤسسات من ضمنها العتبة الحسينية المقدسة تواجه هذه الأفعال والأفعال والحركات الفكرية على الناشئة بالتأكيد، لأن هم ذولا يعني أساس المستقبل والجيل المستقبلي. اليوم كان هنالك يعني مسابقة الختام لهذه الفقرة في مجمع الوارث التربوي في منطقة المعملة تيوة، تم تكريم يعني 3 فائزين على المرتبة الأولى، وكانت هنالك جوائز يعني وحافز معنوي لهؤلاء الفتية المشاركين في المشاركة في السنوات السابقة، وحضر هنالك الكثير من الشخصيات منها ممثل المرجعية وكذلك يعني شخصيات من وزارة التربية. حقيقة يعني بصدد حديثنا اليوم في هذه الفقرة عن سوق الشباب الذي يقيمه يعني قسم التنمية والتعليم الاجتماعي، اريد تفاصيل كاملة يعني الوقت والمشاركة وشنو اللي راح يتم العرض، كل تفاصيل دقيقة بحيث نريدها في هذه الفقرة. بالتأكيد يعني هو هنالك بهذه التغطية، قبل أن أطلق هذه المقدمة، هنالك ضيفي راح ينضم معي في هذه التغطية الأستاذ كرار زيارة، مسؤول يعني شعبة التنمية في قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي، راح يتحدث ويانا في هذه التفاصيل. نعم أستاذ كرار، بداية مرحبا بك معنا في شاشة قناة كربلاء. البداية نتحدث اليوم، هذا السوق هو واحد من النشاطات اللي تطلقها العتبة الحسينية المقدسة ضمن أسبوع الصادقين، نتحدث عن هذا السوق يعني كم جناح يضم، وهذا السوق يعني يعني مثل ما وصلنا انه استقبلت الكثير من النسوة اللي يقومون بانتاج يدوي وعرضا هذه المنتجات في هذا السوق، نتحدث بتفاصيل السوق بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكرا لجنابكم وشكرا للاخوه في الاستوديو ولجميع المشاهدين. طبعا سوق الشباب ضمن أنشطة أسبوع ولادة الصادقين عليهم السلام لقيمه قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب شعبة التنمية الاجتماعية. هذا السوق بنسخته الثانية ولله الحمد وجد الكثير من الأصداء الإيجابية من قبل الشباب والمشاركات. في بادئ الأمر دعنا نتحدث عن كيفية استقبال هؤلاء الشباب والكم الهائل من الإقبال على التسجيل عن طريق الاستمارة الإلكترونية، تطلق عن طريق المواقع الإلكترونية التابعة لقسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب وكذلك العتبة الحسينية المقدسة، وبعد ذلك يتم عدو فرز المشاركين وتقسيمهم حسب الأعمال الفنية. طبعا بالمناسبة يعني العام ما يقارب 11 عمل فني متنوع مشارك، لكن الآن وصل إلى أكثر من 20 عمل فني بما يقارب بالمشاركين 215 متقدم، لكن المكان لا يسع لهذا العدد، فصار هنالك عدوى فرز لهؤلاء الشباب المتقدمين ومفاضلة من حيث الأعمال وكيفية يعني جودة الأعمال، فتم موافقة على 130 مشارك شاب وشابة من المحافظات أجمع. اللطيفة في الموضوع أنه تنوع المحافظات والنسيج الاجتماعي في العراق سينجمع تحت خيمة الإمام الحسين في بادئ الأمر عليه السلام، وكذلك الخيم في الواقع في باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام التي تحتضن هذه الإبداعات وهذه الأنامل المبدعة من كافة المحافظات. لدينا مشاركين من المحافظات الشمالية من أدهوك من أربيل، وأيضا من أخواننا من محافظات الغربية والشرقية كذلك والوسط والجنوب. تنوع من حيث المشاركات، من حيث الفنون الجميلة التي شاركت في هذه النسخة، ستكون هنالك مفاجأة من ناحية العروض، من ناحية نوعية الفنون المقدمة والمشاركة في هذه النسخة. سوق الشباب طبعا واضح جدا أنه يدعم الطاقات الشبابية ويحتضن هذه الإبداعات ويفتح الآفاق أمامهم ليرى الناس هذه الإبداعات وما تنتجه الأيادي الشابة في العراق والمجتمع. الخدمات المقدمة لهؤلاء الشباب من قبل العتبة الحسينية جميعها مجانا، بداية من النقل والسكن والمكان وجميع الخدمات اللوجستية والفنية تقدم بشكل مجاني لهؤلاء الشباب، لذلك نجد هنالك إقبال واسع على هذه الأعمال الفنية. بالتالي نظام البيع في السوق هو نظام بيع مباشر للزائرين الكرام، وجميع المردودات المالية والريع لحصل هذا الشاب هو كاملا إلى هو دعم تقدمه العتبة الحسينية المقدسة لعرض نتاجات هذه الشاب، ليجد هنالك اهتمام وهنالك يعني زائرين يحبذون شراء هذه الأعمال اليدوية
فسيكون هنالك له حافز ودافع لفتح مشاريع وتوسعة هذه المشاريع والطاقات الشبابية. هذا فيما يخص سوق الشباب. لدينا أيضا برنامج آخر لدعم الأسر المنتجة، مبادرة لدعم الأسر المنتجة، هذه الأسر التي تعمل على إنتاج الأطعمة وتكون بيعها بشكل محدود على نطاق المنطقة أو على نطاق المعارف. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة فتحت مساحة خاصة بهذه الأسر وأيضا خيمة خاصة بتقديم يعني مأكولات معمولة بأيادي عراقية والأكلات العراقية المعروفة. سيكون هنالك عرض خاص لهذه المأكولات في باب قبلة الإمام الحسين، وكذلك البيع مباشر للزائرين، وجميع المردودات المالية مقدمة وتعود أيضا للمشارك فقط. يعني خلي نبين للمشاهد هذا السوق متى ينطلق وكم يوم يستمر وأوقات يعني افتتاح السوق. نعم، السوق يبتدئ إن شاء الله يوم 21/9 ومصادف 17 ربيع بمناسبة الولادات المباركة، ومستمر لمدة 7 أيام. وأوقات الافتتاح سيكون إن شاء الله من 4 العصر إلى 10، لكن هنالك سماح لبعض المشاركين الأخوة الذين يطلبون أنه بتمديد الوقت، سيكون هناك سماحات أنه هذا يعني شفنا أنه إقبال من الزائرين، وإن شاء الله هو مثل العام راح يكون أنه شفنا إقبال على الزائرين. مددنا الوقت إلى 11 ثم إلى 12، ووصلنا إلى 1 والواحدة في بعض الأيام العام السابق وصلنا إلى 1. إن شاء الله كل ما يقدم ونحن موجودين في خدمة المشاركين الشباب. أستاذ ليك تشوف المشاركين أنه بس بهذه السنة أكثر من السنوات الطيبة الماضية وما تقدمه العتبة الحسينية المقدسة من خدمات من الشكر والثناء. نعم. سؤال من الأخت في الاستوديو، يعني هل نسبة المشاركين في هذا السوق هي فاقت نسب المشاركات في الأعوام السابقة؟ العام السابق ما يقارب 90 إلى 100 مشارك، لكن الآن مشارك أصلي يعني مو صار بها عد وفرز. الآن فقط المشاركين المقدمين على الاستمارة الإلكترونية أكثر من 200 مشارك، 215 مشارك بعد العد والفرز، وحسب تقسيم الأماكن قدرنا نقبل فقط 130 مشارك ما بين نساء ورجال. فصار تقسيم السوق عزل تماما النساء عن الرجال، وكذلك هنالك يعني تقديم خدمات أثناء العمل أثناء البيع، شنو يحتاجون الشباب احنا نكون بخدمتهم وتحت توجيه المبارك السماحة متولي الشرع العتبة الحسينية المقدسة بالاهتمام والمشاركة الأكثر للشباب في هذا السوق. نعم، إذا زميلنا ليث، نعم جزيل الشكر، بل تفضل أستاذ كرار بهذه المقدمة. نعم. بالتأكيد هذا السوق يعني لاقى استحسان الكثير من المشاركين في هذا السوق من خلال تجواننا السابق في السنوات القادمة. حقيقة نتمنى أن يكون هذا السوق مستمر في كل السنوات. أي والله أنا أتمنى يعني أنه يكون دائما أنه كل موسم مثلا كل فترة وفترة يكون مثل هذا السوق، ويا ريت أنه تتهيئ القاعدة حتى يقدرون يستقبلون دول 200 أو أكثر من 200. يعني فعلا أمر كلش مفرح بصراحة مثل هذه الأنشطة، أنه تشجع الشباب على العمل، تشجعهم على أنه تكون عندهم أساسا أنه شخصية حتى يوقفون ويعرضون نتاجاتهم أمام الآخرين. جزيل الشكر لكم أخ ليث، وجزيل الشكر أيضا لضيفك الكريم. نعم، شكرا لك. شكرا لكم. إذا مشاهدينا يعني شقد ما نريد نعبر إحنا بالكلام، شقد ما نريد نتحدث أنه قليل مقارنة بالفعاليات والجهود اللي دا تبذل من قبل كل العاملين بالعتبات المقدسة، من رؤساء أقسام، من منتسبين، أنه دا يبذلون جهود حثيثة بصراحة حتى من أجل أنه يقيمون مثل هذه الفعاليات والأنشطة. مرة يشاركون بها الأطفال، ومرة يشاركون بها الفتية، ومرة يشاركون بها الشباب والنساء، يعني ما شاء الله عليهم. خلينا نشارك مثل هذه الفعاليات حتى تبقى مستمرة دائما. مرة ثانية نرحب بضيفتنا المبلغة صبا الحسيني، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. راح ننتقل وياكم مشاهدينا إلى المحور الآخر، ومحور أيضا مهم هو موضوع التسرع في الرأي. موضوع التسرع في الرأي من المواضيع المهمة جدا، اللي يعني بصراحة دائما توقع الإنسان بالأخطاء، فمن هالقد ما مهم هذا الموضوع أريد نتناوله. وحديثنا أيضا مع ضيفتنا الكريمة ومستندين في هذا الموضوع على أقوال أو وصايا الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، لكن بعد هذا الفاصل القصير جدا نعود حتى نتناول المحور الآخر. جئت بالحق بشيرا ونذير،
داعيا لله بالفكر المنير، من سبات الدهر أيقظت الضمير، والملايين أتتك طائعا، سرت بالإنسان طوعا للأمام، تنشر الإصلاح دينا لا يرام، في الأعالي وعلى الأرض السلام، يا لآياتك حقا رائعة، يا محمد 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 يا رسول الله محمد. نعم مشاهدينا، مثل ما ذكرنا انه موضوع التسرع في ابداء الراي من المواضيع اللي تخلينا نرتكب اخطاء، ممكن نظلم اشخاص، واحنا اليوم يعني نتحدث عن موضوع العدالة وكيف الإنسان يكون عادل، لكن أنا اليوم إذا تسرعت بإطلاق الرأي أو إطلاق الحكم على الآخرين راح أطلع من موضوع العدالة وأقع في موضوع الظلم، وهذا الشيء نهى عنه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا تناولنا هذا الموضوع كيف أنه تجاوبون عليه على موضوع التسرع في الرأي؟ نبتدأ الموضوع بقول للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، حيث قال في يعني هذا المحور، قال عليه السلام: ثلاثة يستدل بها على إصابة الرأي، حسن اللقاء وحسن الاستماع وحسن الجواب. يعني كأنما الإمام دا يرسم لنا خطة نرتب بها نفسنا حتى ندلي بآرائنا، فمو مباشرة أني مجرد ما تعرض علي فكرة، يعرض علي أمر، ومعرض الإنسان بحياته يوميا، قد كل ساعة يعرض عليه شخص، كلام، أمر، عمل، على جميع الأصعدة، فمو مباشرة أدلي برأيي. أتريث قليلا، الإمام كان ما رسم لنا خطة منهجية للتصرف وإبداء الرأي. فأولا قال حسن اللقاء، يعني أولا ألتقي بالشخص اللي دا يتكلم، أو هاي في حال شخص دا يحكي، لأن الإمام ندري بعهده كثرة السجالات الكلامية والعقائدية، فأحتاج أنه يقابل الأشخاص بحسن، يعني حسن المقابلة، حسن الاستماع، استمع لرأي الشخص، استمع للكلام، استمع له بصورة جيدة، مو هو يحكي وأنا أكيد أصلا بغير مكان، وخلال الاستماع أنا دا أفرمت بدماغي وأعزل الكلمات، أرتب جوابي شنو راح يكون، وآخر شيء أصل إلى الجواب، حسن الجواب، أجاوب بحسن. لما نشوف بحياتنا اليومية، إذا أردنا نعمل حديث الإمام الصادق، إحنا بعيدين كل البعد، دائما نمتاز بالتسرع مع حركة الزمان السريعة. بلي. أيضا إحنا صرنا سريعين جدا في إبداء آرائنا بكل المواضيع. يمكن نريد نقرب الفكرة، قبل فترة صار ليست بعيدة، انتشر في ليلة وضحاها ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة أنه هاي تعديل قانون الأحوال الشخصية. بلي. كما رأينا الجوالات انتشرت بها هاشتاغات، الأشخاص قاموا يشاركون هاشتاغ ضد قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. بلي. فالإنسان هنا ما لازم بهالسرعة يتأثر، أكو إعلام مغرض، أكو إعلام معادي، أكو أفكار، يعني هي يسلطون الأضواء على جانب، أشخاص تتعارض ويا هالشي، يسلطون الأضواء على جانب معين من القانون، إلا هو مو كله مجحف، يعني بفقرات هي منصفة وإسلامية، لكن للأسف الناس شافت الإعلام المعادي نشر هذا الهاشتاغ، ما تريثنا، ما فكرنا حتى شنو لقينا. هو أشخاص تفاجأت عندهم خلفية دينية، خلفية ثقافية، يعني معلوماتهم زينة، للأسف ضجوا بمواقع التواصل، ونفسهم بعد فترة رجعوا لما هدأت الأمور تصدت شخصيات دينية لبيان الأمر، بيان أنه هو يعني من تعاليم الدين الإسلامي، منصف في، ليس هو ما سلط الأضواء على زواج القاصرات مثلا، وإنما ضمن حقوق في حال صارت هيك حالة حتى لا تكون كارثة. يعني يفترض أنه الواحد أنه يقرأ بأي موضوع يجي، هسه مو فقط هذا الموضوع ما تعديل قانون الأحوال الشخصية، أكو مواضيع ثانية، أكو نشوف إحنا بالسوشيال ميديا اللي هي الآن هي دا تلعب دور، إنه يحجون على مجموعة أو على شخص، مرة يرفعوهم للسماء ومرة يسقطوهم للأرض، ومباشرة الأشخاص قبل بدون لا تحقيق بالموضوع ولا عندهم معلومات أساسية عنه، مباشرة وين ما مالت الريح مال وياها هالشكل، هذا تسرع. إذن هذا عاقبته شنو راح تكون؟ أكيد عاقبته وخيمة. أول لو نجي نتطرق للعواقب، أولا الندم،
الإنسان مرات يعطي رأيه بموضوع أو مجرد يعني يقول اللي بداخله بدون ما يرجع لخلفيات الموضوع، ما يفكر بتبعاته بعد هذا الرأي، قد يسبب خصومة، قد يسبب قطيعة رحم. احنا يعني مو بس نفكر كمواضيع انه اجتماعيه، مرات مواضيع عائليه. انا لما ابدي رايي بدون ما افتهم المقابل شنو وضعه، شنو ظرفه، شنو ليش هيك قال، رايه هذا مبني على شنو، اذا مباشره جاوبت هنا راح يسبب ندم بعدين. صحيح. اندم، قد اخسر اخ، اخسر صديق، اخسر زميل بالعمل. لذلك الامام لو نشوف تصرفاتهم بحياتهم ما له الا التريث، التاني، يعني اولا الندم قلنا، ثانيا تضيع الفرص، قد اضيع فرصه بسبب رايي. مثلا مرات قد ياتي عمل، الانسان يحصل وظيفه، يحصل عمل، يبدي رايه بهذا المكان يقول لا مو زين، وهي يتسرع في هذا الشيء. صحيح. بعدين يكتشف انه لا، هذا اللي سمعه هو مو صحيح، وهنا خسر فرصه جيده قد. فاذا له تبعات وخيمه، قد تكون على صعيد الشخصي، العمل، الاجتماعي، وهكذا. احيانا الشخص يشوف مشهد امامه وبناء على هذا المشهد رسم مباشره، رسم في الصوره وقال هذا الشخص مثلا كذا، او هذا يعني فد صوره سيئه انطى، او فد انطباع اخذ عن ذاك الشخص خطا، بدون ما اصلا يفهم، بدون ما يعني يركز بالموضوع شنو اللي صار. لا، مجرد انه مشهد شافه قدامه خلاص بنى عليه افكار وتكلم بهالكلام هذا السيء، راح يطلم الشخص ذاك المقابل. اكيد. ايش قد ما نقدر انه نتبع توصيات اهل البيت سلام الله عليهم، توصيات الرسول الله اللي دائما يقولون انه العقل هو الاساس. كل ما يكون الانسان متعقل، كل ما يكون الانسان يعني مثل ما نقول احنا يعني بلهجتنا الدارجه انه يكون موزون بتصرفاته، كل ما يكون افضل. يعني انا ليش اخلي نفسي بهذه العواقب الوخيمه اللي ذكرتيها، انه الندم هو فشي صعب، انا زين ليش اظلم شخص وبعدين احس بالندم واتأدب تصلح الاخطاء؟ احسنتي، لربما مو دائما يعني تصلح، اذا بهالحاله شنو اسوي؟ ليش ما احكم عقلي؟ قبل ما نستعرض الفقرات اللي شلون الانسان يتحكم بسرعه ارائه او بسرعه ادلاء برايه، نجي لقصه يعني او هيك فد روايه مذكوره كتاب التوحيد للمفضل بن عمر. نعم. المفضل بن عمر هو احد خلص اصحاب الامام الصادق، وكذلك من يعني اجلاء تلامذته. فهذا المفضل بن عمر كان من المتكلمين، من الطلبه الجيدين، كان ابن ابي العوجاء، شخص ملحد يبشر بالزندقه والالحاد، يسيطر على، يهيمن على الاشخاص اللي عندهم عقيدتهم ضعيفه، يصير يسقط بالاسلام امامهم الى ان يتركون الاسلام ويتجهون للالحاد. فيوم من الايام مر المفضل بن عمر على ابن ابي العوجاء، هو هذا الشخص الملحد، جامع جماعه يم قبر الرسول صلى الله عليه واله ويبشر بالالحاد. طبعا المفضل بن عمر اخذته الحميه على طبعاً دين الله ودين رسوله، فخاطبه بلهجه حاده، خاطب ابن ابي العوجاء بلهجه حاده، هو ما سب، لم يشتم، ولكن الخطاب كان قاسي نوعا ما. حاد شويه. نعم. ابن ابي العوجاء خلينا نشوف شنو جاوبه للمفضل. قال له: ان كنت من اهل الكلام كلمناك، وان لم تكن منه فان كانت لك علينا حجه تبعناك، وان كنت من تلامذه جعفر بن محمد الصادق فما هكذا تخاطبنا، ولا بمثل جوابك ترد علينا. ليش؟ قال: لأنه سمع منا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه الحليم الرزين العاقل الرصين، يسمع كلامنا ويسمع كلامنا ويرى حجتنا، حتى إذا ظننا أننا دحضناه ويعني فزنا عليه بالنزال الكلامي واستفرغنا ما عندنا وظننا أن أقمنا حجتنا، العفو عليه، عندها شنو؟ يدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير. يعني الإمام أول شيء يعطيهم مجال يستفرغون شنو عندهم ما في جعبتهم من أفكار، من كلام، حتى يتوقعون الدرجة، يتوقعون إنه ها هي هزموا الإمام، انتصروا عليه. يعني هالقد ما يعطيهم مجال إنه يحكي. آخر شيء يرد الإمام بكلام قصير وخطاب يسير، يقيم علينا الحجة ويقطع العذر، فلا نستطيع لجوابه رده، يعني نخسر. فإن كنت من تلامذته فخاطبنا بمثل خطابه. هذا دليل انه الامام ايش قد خطابه كان يسير، ايش قد حليم، ايش قد متأني. فلازم نعمل هذه الروايات بحياتنا اليوميه. فعلا يعني اهل البيت سلام الله عليهم تركون مدرسه كامله. أكيد. وقواعد ثابته اذا مشينا عليها راح ما نقع بهذه الاخطاء، ولا نرتكب الظلم، ولا يعني نرتكب مثل هذه الاخطاء اللي صارت. يعني كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا.
موضوع التعقل موضوع من المواضيع المهمة. يا ما ناس يعني خسرت سمعة بسبب تسرع أشخاص يعني ينطقون أمامهم بالحكم. إحنا موضوع النميمة عندنا نميمة موجودة هسه حاليا هسه بالأوساط العمل أو بالمجتمعات بالجلسات كذا، مجرد أكو فد شخص آخر يجتمعون عليه فد اثنين إنه يقولون عليه فد كلام سيء، الثالث مباشرة بدون ما شاف بعينه خلاص راح اندمج وياهم وقال نفس الكلام وأخذ مرة سيئة عن الشخص بمجرد نقل الكلام وما عاش وياه ولا احتك به ولا سائله بموقف، لا أبدا، وإنما مجرد ذاك الشخص عاش وياه ينقل له هذه الصورة السيئة. نعم، إذن يحتاج من عندنا إنه إحنا دائما نتعقل. أكيد. إذا نجمع الكلام نهاية في نقاط للتأني، نقاط تخلصنا من هذه، طبعا كل إحنا نمتلك منها بنسب كل شخص على حسب يعني حسب مقدرته على نفسه. إذا نجي نقول كحلول نطرحها شلون نتأني، شلون نبتعد عن التسرع، التسرع في إبداء آرائنا. أولا إمعان النظر في التبعات واللي ستحصل فيما بعد بعد إدلائي بالرأي. لما أمعن النظر بالتبعات والخلفيات وقتها إيش راح يصير عندي؟ نوع من التراجع، التأني، هدوء النفس، وبعدها أنطي رأيي. هاي أولاً أفكر تبعات الرأي راح أقوله، شنو تبعاته؟ ترى راح أخسر أخ صديق، راح يأذي المقابل، أجرحه بكلمة، أشوف رأيي شنو. فهيك هاي راح أرجع للوراء خطوة أفكر وأنطي رأيي. ثانيا قراءة القرآن بكثرة. طبعا القرآن موسوعة منهجية كاملة حياتنا اليومية كلها بيها، ومجرد سبحان الله قراءة القرآن تنطي للإنسان حكمة، يعرف يتصرف، يعرف بالمواقف الصعبة، وكذلك يعني قراءة بتدبر، يمعن النظر بالآيات، يتفكر بالله سبحانه وتعالى وحلمه بالعباد. نعم، إذا موضوع التسرع بالرأي من المواضيع اللي يحتاج لنا أيضا نتوقف يمها، ومثل ما قالت الصبا إنه إحنا لازم نبدي نشتغل على حالنا ونتبع تعليمات ونتبع فد أسس بحيث إنه إحنا نبعد نفسنا عن موضوع التسرع حتى لا نظلم أحد ولا نكون إحنا أشخاص ظالمين. طبعا مثل ما استمعتوا إلى حديث الأخت صبا الحسينية من خريجات معهد العقيلة سلام الله عليها للتبليغ الإسلامي، هي حاليا مبلغة إن شاء الله، لكن صبا أيضا عندها حياتها الخاصة الأخرى وعندها مشروعها الخاص، وهذا الشيء يعتبر تشجيع لبقية الفتيات. احنا مثل ما نعرف انه دائما اللي يدرسون الحوزه ما راح يكون عندهم فد مشاريع ثانيه، لا اكو مشروع لطيف جدا وهو مشروع بسكولاته. نعم. وهذا المشروع الجميل مثل ما تشوفون هذا احد نتاجاته اللي يعني كانت هديه الى برنامج اسبوع الصادقين، وهو عباره عن شوكولاته شيء لطيف جدا. نتمنى التوفيق لضيفتنا العزيزه الاخت صبا الحسيني، شكرا جزيلا، زحمناكم اليوم على الحضور، شكرا لكم التوفيق ولكادر القناه المبارك، الله يحفظكم ان شاء الله الى مزيد من التوفيقات في خدمه الدين والمذهب، الله يحفظكم يا رب جميعا ان شاء الله. اذا مشاهدينا انتم ايضا نشكر لكم حسن المتابعه والاستماع لحلقاتنا من اسبوع الصادقين، انتظرونا في حلقه يوم غد باذنه تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله وفي امانه ورعايته. ما تنسي مشاعرها يا من لك راح عجيبة مفاخرها إشراقة قدسية بالنبي تضاء القلوب وعطر الزمان به يستطيب ذا الخطب خيمة في خاطري بذكر الحبيب تزال الخطوب.